هنعمل النهارده طبق الميكس جريل كانك بالظبط قاعده في المطعم، تمام؟ يعني انت ممكن بدل ما هتروحي انت مثلا اربع افراد الاسره هتدفعي رقم، لا انا ممكن بنص الرقم ده اعمل نفس الاكل في البيت بجوده ونظافه عمايل ايديكي. طيب تعالوا نسمي بسم الله ونشوف مقادير الميكس جريل هتكون عامله ازاي، ومعايا تتبيله حلوه جدا للحمه الانتركوت هتطلع معاكي زي الزبده. تعالوا نسمي بالله ونشوف مقادير الكفته المشويه. اسهل من السهول، انا ما ضفتش في الوصفه دي ولا برغل ولا بيكنج باودر ولا اي حاجه غير مقادير بسيطه جدا هتطلع معاكي زي الفل. طيب تعالوا نشوف مقادير الكفته بتاعتي عامله ازاي. معايا نص كيلو لحمه مفروم، ما ينفعش اروح اجيب لحمه ما فيهاش دهون حمراء حتى لو انا من الناس اللي ما بتحبش الدهون الكتير واعمل بيها كفته. لازم لازم ولابد ان انا اجيب لحمه دهونها 20%، يعني 80% لحمه 20% دسم. عندي كمان طفل بصلاي اللي هو ده، شايفين طفل البصلاي ده اللي هو عباره عن ايه؟ بصلايه بيضه مبشوره وعليها رشه ملح، حطيها في مصفى 10 دقائق هتنزل كل الميه اللي فيها، عصريها بايدك واشتغلي بيها. الميه اللي طلعت منها اللي هي دي اهي، دي كنز، دي ما تترميش، هعمل بيها خلطه تلميع للكفته خرافه. طب يبقى قلنا نص كيلو لحمه، طفل بصلايه، ملح وفلفل، رشه جوز الطيب اختياري، بهارات لحم بس، خلاص ما عنديش اي حاجه تانية. لو لحمتك مظبوطه والبصلايه ما فيهاش ميه الكفته عمرها ما تفك. انا بقى ساعات بزود عيش ولبن، بزود برغل، بزود بقسماط ولبن برضو اختياري على حسب ما انت حابه. طيب التلميع او خلطه التلميع اللي هلمع بيها الكفته هتبقى عباره عن ميه البصل وصلصه طماطم زيت وملح بس، خلاص ما عنديش حاجه تانية. يبقى دي مقادير الكفته المشويه. طيب الشيش طاووق ازاي اعمل له تتبيله تخلي لونه حلو ولونه متحمر وفي نفس الوقت يبقى طري جدا ويطلع معاكي جوسي وزي الفل. معايا نص كيلو وراك مخليه، دي هتجيبيها من عند محل الفراخ عادي موجوده وتكون بالشكل اللي قدامكم ده. معايا معلقتين كبار من الزبادي، معايا معلقه كبيره من صلصه الطماطم، البهارات بقى بتاعتي توم بودره وملح وفلفل، نص معلقه كبيره بصل باودر وبابريكا، زيت زيتون وعصير ليمون، فلفل الوان. بسيطه جدا ومقدرها اعتقد موجوده في كل بيت. طيب تعالوا نشوف ايه تاني فاضل. استنى. طيب مقادير اللحمه المشويه مش موجوده عندي، هتنزل معاكم على الشاشه لكن مش مكتوبه عندي هنا. مقاديرها لحمه انتركوت وبصل وصلصه طماطم، ملح وفلفل وشويه زعتر وبهارات، لحمه خل وزيت، والمكون بقى اللي هيخلي اللحمه بتاعتك طريه جدا جدا وزي يعني الزبده تستوي معاكي على النار هو الكيوي. الكيوي فاكهه موجوده اهي زي ما انتم شايفين، بتتباع بالقطعه، يعني قطعه ممكن تجيبيها اعتقد في حدود 2 جنيه بس، هتفرق جدا في اللحمه. لو هتبيتيها كمان مش قادره اقول لكم هتبقى خرافه ازاي. طيب كفايه بقى رغي وتعالوا نلبس الجوانتي ونبتدي نشتغل، لان عندي ثلاث وصفات هم سهلين لكن محتاجين نشرح كل حاجه مع بعض.